مساء الخير. انا مستنيه دلوقتي الكومنتات بتاعتكم. هاي هاي. ايه ده بجد انتوا مستنيين كده قوي؟ وحشتوني قوي 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 قوي. مساء النور، مساء الجمال، مساء الفل. شوفوا بقى، هقول لكم كده يعني بقى ايه بصراحه. يعني انا بلاقي تعليقات كتيره جدا، وبلاقي كومنتات كتيره جدا، ببقى يعني عايزه اخش جوه الشاشه عشان اكلم الناس واتعرف عليهم من كتر حبهم فيا وحبي فيهم بامانه. يعني كتير جدا جدا قعدوا يوسحوني اطلعي واتكلمي وقولي وكلمي مع الناس بتحبك قوي وكده يعني. بس انا بتكسف جدا برغم اني ممثله وحاجات كده، بس حقيقي بتكسف بجد. يعني الاطراء الكتير بتكسف، الكومنتات اللي بتضايق، ها مش هتبقوا عارفين برضو. لكن في الاخر خالص انا يعني بجد بجد عايز اعرف ايه الاراء، عايز اعرف ايه الطاقات الايجابيه اللي ممكن انا محتاجاها منكم قوي قوي دلوقتي. حسيت اني ما بخرجش خالص تقريبا، لما يكون عندي تصوير بس بخرج، لما ما بكونش عندي تصوير دكاتره بخرج طبعا. يعني حاجات كده. فقلت ايه، طب انا بما اني مش عارفه اقابل صحابي، مش عارفين نخرج ومش عارفين نتكلم، ما تيجوا كده نخلي البساط احمدي ونتكلم مع بعض ونقول، واشوف صحابي بقى اللي في العالم كله، ما انا عارفه اسافر ولا عارفه اروح ولا عارفين نيجي. فقلت ايه، وانا الحمد لله ليا حبايب كتير قوي يعني في العراق، في الخليج، في شمال افريقيا، في موريتانيا، في اليمن طبعا، في كل البلاد العربيه يعني يعني يعني. وعندي برضو الحمد لله في الجاليات اللي بره كتير قوي بيتابعوا الاعمال، وبشوف من خلال التعليقات انه ازاي كل الناس. طب قمر يا بينا حلو لايف من البحرين، بحرين بحرين بحرين، حبيبتنا حبيبتي من الرياض، اجدع ناس الرياض على فكره، رحتها من بلاد الحلوه قوي الرياض، البلد العماير التغييرات اللي كل شويه، رحتها بس من فتره مش من قريب يعني. طبعا على طول احنا كنا بننزل جده ونطلع على المدينه وعلى مكه ونعمل العمره، كان كل ده حدودنا. لكن في مره رحت الرياض كانت حلوه قوي، ليا اصدقاء كتير في الرياض. امارات، يوه الامارات دي بلدي التاني بقى. الامارات كنت بروحها على طول على طول، على فكره من اكتر البلاد اللي كنت فعلا فعلا بسافرها الامارات ولبنان بامانه يعني. يعني الامارات شوبينج ولبنان شوبينج برضو، واصدقاء بقى يعني، مش عايزه اقول لكم اصدقائي في الامارات وفي لبنان عاملين ازاي، وخصوصا لبنان. انا تقريبا شبه ترعرعت في سوريا ولبنان تقريبا يعني، يعني تقريبا من وانا في خمسه ابتدائي بطلع سوريا. وسلامي يعني وتحياتي لسوريا وشعب سوريا واهل سوريا، فلسطين طبعا فلسطين. بصوا انا طالعه النهارده علشان امسي على الكل، يعني بجيب كده الوطن العربي من شماله لجنوبه لشرقه لغربه. فعايزه اقول لكم انتوا من كردستان، او ماي جاد حلوه قوي، تحيه جميله لشعب كردستان، ومعاكم بكل قلبي يعني. والاكراد دول ناس فوق راسنا جميعا حقيقي يعني. تونس، واو بقى ما تبص، تونس والمغرب دي بقى حته تانية خالص. اولا المغرب وتونس من البلاد اللي ساعه لما عملت ام كلثوم كانت حاله يعني، لما كنت بنزل من الطياره كانت حاله. طبعا قابلت سياده الرئيس زين الدين بن علي، قابلت سيده حرمو، كان لقاء رسمي. المغرب كان لقاء شعبي رسمي عظيم. قعدت في الـ في الـ في, في الاوتيل اللي قعدت فيه السيده ام كلثوم، ومضيت على نفس الصفحه اللي مضت فيها الست ام كلثوم لما نزلت هناك واستضافوها، وقعدت في نفس السويت بتاع الست ام كلثوم. لا بص، لو قعدنا نتكلم على البلدان وعلاقاتي بكل بلد، اسكندريه تحيه للحب كله، اسكندريه يا سلام، اسكندريه طبعا دي معموره بقى والمنتزه والحركات يعني.
مغرب. لا المغرب بعدين انا ليه حتى في المغرب يعني خلي بالكو يعني من فاس يعني فاس دي بلد عمامي وجدودي من زمان يعني. الكويت لا الكويت بقى كمان شعب راقي بيفهم قوي في الفنانين وخصوصا لما بيكون السي في بتاعهم مليء بالاعمال بيناقشوني. كمان كانوا في اعمال من وانا صغيره قوي يعني بلاقيهم بيكلموني. العراق العراق دي ملهاش حل معايا يعني. العراق دي ايام يعني ام كلثوم كانت العراق بتتكلم بشكل مهيب يعني وليه لحد دلوقتي اصدقاء. و الكويت عايزه اقول ان انا لما بنزل الكويت او بروح بتكرم هناك ليا تكريمات كتير قوي ليا كانت اعمال في التلفزيون الكويتي كلقاءات يعني. فكنت دايما الاقي حقيقي شعب الكويت وجمهور الكويت لان كمان كنت بعمل حاجه مع محمد المنصور لو حد يفتكر كان اسمها سكه سفر يعني قبل سكه سفر بتاعت نبيل شعيل يعني. وغنيت طبعا مع الحبيب نبيل شعيل غنيت مع سكه سفر وغنينا مع بعض في لقاءات كتير هتلاقوها على اليوتيوب. مش عايزه اكبر نفسي مش عايزه اكبر نفسي الكلام ده كان من 5-6 سنين كده. عايزه اقول حبايبي انا فرحانه قوي الاناقه والشياكه وخفه الدم مش قوي يعني. بص انا مرعوبه انا عماله ارغي ارغي عشان انا مرعوبه جدا يعني. فاكرين سكه سفر اوبريت مع محمد المنصور؟ تحياتي لمحمد المنصور. اه طبعا يا من اجمل الحاجات اللي عملتها سكه سفر افراح القبه تتفرجوا عليه حبايبي. افراح القبه ده كان ليه كمان كواليس جميله جدا. غزه غزه حبيبه قلبي من جوه بلد الابطال والنضال. هلا والدراويش اه طبعا هلا والدراويش من الاعمال المميزه ليا. وكنت لسه على التليفون مع الاستاذ عبد العزيز السكري اللي هو المخرج يعني ربنا يديله الصحه وببعت له تحياتي وكل الفنانين اللي كانوا موجودين. سوسو الشك الله يحرقك ابراهيم. الشك دي كانت حمري جمري طبعا كل الناس اللي كانوا فيها. ام كلثوم لما كانت في اخر حلقه من العراق انت من الجيل الذهب ست صابرين العراق ربنا يخليكم. كل الاجيال ذهبيه والماز وكل ومصر الوطن العربي كله والذين فوزير مناسبات. انتوا بتفكروني في حاجات والله تصدقوا الكلام معاكم حلو قوي. ده انا اقعد اتكلم معاكم كتير كده واقعد انبسط يعني. انا كمان بحبكم قوي. انا طالعه النهارده لايف عشان بس يبقى بدايه تعارف. لو عايزين مني اي اسئلة في اي العرض حلقي الله يرحمه سمير غانم حبيبي كان معايا الله يرحمه حبيبي فيلم العرض حلقي و 131 اشغال من فيلم العميل 13 من الناس اللي بتحبه قوي برضو ليا مع محمد صبحي. و يعني في السينما الحمد لله ليا اعمال كتير. عايزة اقول الاردن كمان. الأردن هنا تحياتي لشعب الأردن. الأردن شعب الشقيق اللي كل ما أكون على فكرة الأردن بقى من البلاد اللي لما أكون متضايقة أتصل بصحابي أقول لهم أنا عايز أجي أقضي يومين في الأردن. أولا بحس إن الملك والملكة يعني حماهم الله ناس قد إيه كرموني لما عملت أم كلثوم وخدت الوسام من استقلال للطبقة الأولى ودي من أرفع الأوسمة اللي بتتاخد في الأردن. فأنا لما بروح الأردن بحس إني فين بيتي هنا يعني فين فيلتي هنا فين شقتي هنا كده يعني مش أوتيل يعني. بحس إني كل الشعب قرايبي يعني بحس إن أنا فعلا بين أحضان بلدي يعني حقيقي. أنا من وأنا صغيرة يمكن طبيعي إن الفنان يطلع يقول أنا شعب شقيق الأردن بلدي التاني مش عارف إيه الكلام ده. لا أنا بجد اتولدت في بلاد العربية حقيقي وربوني ناس كتير فنانين. أنا عايز أقول لكم الأستاذ وديع الصافي كان عندي 4 سنين 5 سنين كان بيعلمني إزاي أقف على المسرح وأغني. تخيلين الأستاذ وديع الصافي. لا في حاجات كتير جدا هنقعد نتكلم فيها وكلام هيطلع كتير أطلع كل يوم حاضر هطلع لكم كل يوم من غير ميك اب. بتحبوني اكتر من غير ميك اب؟ انا حاطه شويه ميك اب يعني حابه حاجات كده. انا مش هنضحك على بعض يعني.
حبه روش حبه حركات يعني. هو انا عموما طول عمري ما بحبش الميك اب قوي يعني، بحب دايما تبقى الدنيا طبيعيه يعني، تبقى الحاجات لذيذه يعني. بس لانه هلا فؤاد حبيبه قلبي الله يرحمها، بتقولولي كلميه عن هلا فؤاد. لا بصوا، ان انا اتكلم بقى عن كل حد شويه، خلينا بقى في الفيديوهات اللي جايه. لازم اوفيهم حقهم، ولازم هطلع كل شويه اقول شكرا لمين في حياتي عمل ايه. ده واجب عليا على فكره، لاني لقيت اكتر مكان اقدر اتكلم فيه براحتي هو هنا، اكتر مكان اعرف فيه ارائكم بامانه هو هنا، اكتر مكان انا اكون بطبيعتي يعني، مش متحكمه في وقت، مش متحكمه في مجاملات بجد يعني. حتى كمان الحاجات اللي استاذ محمود مرسي، يا خرابي، لا لا لا، ده انتوا عايزين اعداد بقى، ده انتوا طمعانين جدا. اطمعوا اطمعوا، انا كمان طمعانه ان انا اتكلم معاك من قلبي بجد، طمعانه ان اتكلم عن اساتذه. عايزه اعمل ريفريش ليا قبليكم، ريفريش للفن العظيم. يعني ايه الرياده لمصر؟ يعني ايه الرياده لفنانينا اللي علمونا حاجات كتير موجود منها بعض دلوقتي في فنانين كتير موجودة من الأجيال الجديدة كمان، كالتزام، كاحترام للمهنة، كحب، وفي بعضهم مش موجود بأمانة يعني. لكن احنا كنا الأول الكل كان كده يعني، ممكن تلاقي 1% 2% قاعدة شاذة يعني. ممدوح عبد العليم الله يرحمه، احنا يعني لا، هتكلم كتير كتير، هتكلم من وانا صغيره مين اللي علمني، هتكلم على ست امينه رزق مثلا، هتكلم على قد ايه احنا كنا محظوظين، هتكلم على الخطوات المهمه في حياتي، هتكلم عن حياتي الخاصه، حياتي العامه، كل اللي انتوا عايزين تعرفوه، خطواتي، خفقاتي، نجاحاتي، ايجابياتي وسلبياتي. شريهان دي حبيبتي، صديقه العمر دي، شيري دي كل الناس دي هتكلم عنهم طبعا، لاني استاذ محمود ياسين ده استاذي ومعلمي ويعني استاذ اجيال، ده مدرسه يعني. في فنانين جم في حياتنا كانت مدارس، فانا ممكن اتكلم عن مدرسه ايه اتعلمت منها ايه، ومدرسه مين اتعلمت منه ايه، ومدرسه البساطه اتعلمتها من مين، ومدرسة ان ازاي الدنيا تبقى شكلها كويس وشكلها محترم وشكلها ان احنا نتعامل مع كل الفنانين. انا عمالين يشاورولي من بره، انتوا عايزين ايه؟ عايزين حاجة؟ مش حاجة، عمالين تعملولي كده ماشي، اصل انا في ورايا هنا ولادي مش يعني، ما عايزين طبعا شكلهم يطلعوا عشان خاطر برضو انتوا عارفين، ها؟ لكن انا مش هطلعهم، انا هبقى لوحدي لا انا معاكم لايف النهارده، وواحده واحده بقى هنسرسب المعلومات والحاجات وكده. ابو ليلى البشت كان لسه بتعرض قريب، انا على نفسي كنت مستمتعه جدا بيه، هو وليله القبض على فاطمه طبعا. الاستاذه ماجده الصباحي للاسف ما اشتغلتش معاها، لكن حضرت مناسبات كتير مع غاده يعني، وكنا في البيت اكتر من 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 حاجات كتير يعني، من شغل يعني. انا على فكره اللي انا بس عايز اقوله لكم، في ناس انا ما اشتغلتش معاهم اثروا معايا اكتر ممكن من ناس اشتغلت معاهم يعني، ممكن كلمه او ملحوظه او فعل انا شفته من حد اثر معايا وما كنتش اشتغلت معاه، مش في عمل، واحنا قاعدين كده بنتكلم مع بعض، لان كانت دي حقيقي المدرسه الحقيقيه، اللي هي تجمعاتنا مع بعض، مناسبات بقى، سفريات، تكريمات، كل الحاجات دي. انا فرحانه بيكم جدا جدا، وانا سعيده قوي 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 ان انا طلعت معاكم لايف، وهشوف تفاعلكم معايا هيبقى عامل ازاي. سعاد حسني الحبيبه الغاليه دي، الله يرحمها، الله يرحمهم جميعا يعني، يرحم اللي ماتوا ويخلي لنا اللي عايشين. وعايزه اقول كل لايف وانتم طيبين، تحياتي معاكم، وان شاء الله باذن الله نتقابل على خير، ولو عايزيني تاني ابعتولي ابعتولي ابعتولي، انا منتظره. خلي عينك على الجرس.